هنا الان طبعا كاين حنا الصيادله، مجموعه من الصيادله ديال ولايه اكادير، فهاد القافله الطبيه بصفه الاولى تنشرفوا على صرف الادويه. جبنا مجموعه ديال الادويه كما تشوفوا، مجموعه ديال التخصصات باش ان شاء الله بوغ كوفغيغ كاع لي بوزوان ديال السكان اللي كاينين، بالنسبه للاطفال الصغار، بالنسبه للكبار، الام المعده، الام المفاصل، امراض السكري، ومجموعه من الامراض المزمنه كارتفاع الضغط الدموي والى اخره. دونك نتمنى الله عز وجل نكونوا نلبيو الرغبات ديال السكان المنطقه، وهذه القافله فيها مجموعه من المناطق ان شاء الله مازال طوال القدام.